اللهم صل على سمع خير وعلي. كنت فين؟ أنا مش هنزل مصر. أنت كنت فين لحد دلوقتي؟ أنا هقعد أشتغل مع حضرتك في الأرض يا بابا. وكمان شارب خمرة؟ شارب خمرة؟ أنت الموت احتل يا حسن. لا لا يا بابا، إديني فرصة يا بابا. صدقني يا بابا هبقى أحسن من هذا كلهم. ده الموت احتل لك يا كلب. أنا في أرضك يا بابا، في أرضك، في أرضك يا بابا. كريم مات. ابو امين ابني مدحت. حد يخلك مش كده؟ تعال بس يا بابا تريح جوه. ايه اللي حصل؟ مش عايز اشوفه، مش عايز اشوفه ابدا ابدا ابدا. تعال تعال يا حبيبي يا مدحت، عامل ايه دلوقتي؟ مبروك نجاح امين وسالم يا حاج. اخبار شربات جواز الاستاذ امين؟ عن قريب باذن الله. وما حندورش، زيتنا في دقيقنا، وهو كبير اخواته والواد بنت عمه. ان شاء الله تشرفونا الخميس الجاي، نكتب له على بنت عمه. ربنا يتم بخير. في حاجة يا بنتي؟ ايه مالك يا كريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انت بتعيطي؟ بتعيطي ليه يا بنتي؟ خير خير، مفيش حاجة بتعيطي. مفيش حاجة ازاي؟ امال بتعيطي ليه؟ يا كريمة يا كريمة يا بنتي، يعني مش كفاية اللي انا بيه؟ تعالي تعالي، مش عاوزة تقولي لي بتعيطي ليه؟ ها؟ لا ابدا. أنا أنتِ إيه؟ في بنت تعيط في يوم زي ده؟ ولا أنتِ بتعيطي من الفرحة؟ يا مرات عمي، أنا ماليش حد غيرك في الدنيا. ومنايا أشوفك أنتِ وأمين متهنيين وفرحانين. لكن إزاي القلب يفرح وينشرح؟ ومدحت غايب، ومحدش عارف له طريقة. يعني الفرحة دي مش كانت تكون فرحتين؟ فرحة بيكم وفرحة برجوع مدحت. لك حق يا مرات عمي، الفرحة دي كانت تبقى فرحة مدحت. ودي عاوزة كلام يا بنتي. ريحت قلبي يا مرات عمي، أنا كنت عايزة أكلمك في الحكاية دي. أمين كويس وطيب ومن حلال وزي أخويا،
كل واحدة تتمناه. لكن بلاش الجوازة دي يا مرات عم. بلاش؟ والنبي تقولي لعمي بلاش. انت بتقولي ايه؟ وقول لعمك ايه؟ مش انت عايزة كده؟ انا عاوزة كده؟ انا يا بنتي جبت السرعة دي؟ لكن يا مرات عمي انا انت ايه؟ مش عاوزة تتجوزي امين ليه؟ ماله امين؟ في حد احسن من ابن عمك؟ لا ابدا انا ما قلتش كده، بس انتي قلتي ان مدحت غايب وانتي وايه دخل مدحت وغيابه في جوازك انت وامين؟ قصدك ايه؟ اتكلمي. عاوزه تعملي لنا فضيحه في وسط البلد؟ وبعد ايه؟ بعد ما انتهى كل حاجه؟ لا 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 تعالي يا كريمه، تعالي يا بنتي وبلاش كلام فارغ.